فيا ريال في الشوط الاول يجيبوا 2-0 على ليفربول. فانت طبعا احنا بنحترم فرقه وفوكستيف بقوه بكره. انا شايف ان الفرق ما بين تكتيكيا لو استعرضنا الحالات ما بين وفاق سطيف في مباراه الذهاب ومباراه العوده، وفاق سطيف ممكن بكره يسيب لك مساحات في ظهر المدافعين. نستعرض الحالات وهي عندنا يا عماره عشان الدكتور احمد ثابت بيتكلم برضه. اول يعني المشكله في مباراه الذهاب عند وفاق سطيف اللي قدر بيتسو موسيماني يستغلها هي ان هو كان بيلعب 4-4-2-2-2 اللي هي 4-4-2. ده طبعا الملعب اللي هنلعب عليه بكره ملعب طبعا رجلته اكثر من رائعه، وكمان دايما جمهور فاق سطيف بيملى الملعب طبعا. دي جمهوره لازم طبعا احنا محترمينهم بشكل كويس جدا. نجيب الصوره اللي بعدها، لا ان هم كانوا بيلعبوا دايما 4-4. دي طريقه لعب وفاق سطيف اللي هم معتادين عليها 4-4-2. طبعا عندهم امير غايب بكره اللي هو اللاعب الارتكاز اللي خد كارت احمر، فهيدخل احمد جندوزي مكانه ارتكاز وربما يدفع به عبد الرحيم دجموم، ده كناحيه الشمال. فيا كابتن اسامه بص وكابتن محمد، هنا 4-4-2 في الحاله الدفاعيه زي ما انتم شايفين المساحات قليله قوي، الخطوط متقاربه، ولكن في مشكله في المساحه اللي ورا اثناء الارتكاز اللي قدر بيتسو موسيماني يستغلها في مباراه الذهاب من خلال تحركات احمد عبد القادر، من تحركات حسين الشحات، تحركات بيرسي تاو اللي كان نجم المباراه في الحته دي في استلامه وما بين الخطوط. هنا الشكل في مباراه الذهاب كان كده بالظبط، الفرقه بتدافع 4-4-2. فالفجوه الوحيده اللي عنده فوق ستيف في مباراه الذهاب كانت في الزون 14 اللي هي المساحه اللي ورا اثناء الارتكاز، لكن بكره الفجوه هتبقى ورا الاثنين المساكين، هتتغير. هنا فكر بيتسو موسيماني، انا هستغل المساحات اللي ورا الاثنين المساكين ازاي؟ هل ابدا يعني لو استعرضنا طريقه اللعب التشكيلين بتوع النادي الاهلي، بيتسو موسيماني قدامه تفكيرين وجهه نظري، يا اما يبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه مباراه الذهاب اللي هي 4-2-2-2 الطريقه الجديده اللي بيلعب بيها بقاله 7 مباريات، يبدا باحمد عبد القادر ناحيه الشمال وحسين الشحات وقدام طاهر وبيرسي تاو، او محمد عبد المنعم رجع العب بخمسه ورا، هل العب بثلاث مدافعين محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وايمن اشرف وزق معلول قدام؟ ادي اول طريقه، دي الطريقه اللي النادي الاهلي بيلعب بيها بقاله 7 مباريات اللي هي 4-2-2-2 اللي هو يعني 2-2 يعني الجناحين بيضموا دايما لجوه نص الملعب، حسين الشحات واحمد عبد القادر وطاهر وبيرسي تاو، والاثنين اللي في النص حمدي فتحي واليو ديانج، ياسر وايمن اشرف وهاني ومعلول ورا والشناوي. هات الطريقه الثانيه بقى اللي ممكن بيتسو موسيماني، هنا الفرق ما بين الطريقتين ايه؟ الطريقه دي هجوميه، الطريقه الثانيه دفاعيه شويه، هل انا مش هاخد الريسك هنا دخل محمد عبد المنعم مثلا على حساب واحد من الاجنحه اللي هو مثلا حسين الشحات ويفضل طاهر وعبد القادر على مستوى الاجنحه ومحمد عبد المنعم كمساك ثالث؟ ايا كان هيبدا التشكيل بكره بيتسو موسيماني بيه، نتمنى ان شاء الله اللعيبه اللي هتبدا تكون كلها موفقه، وحتى اللعيبه اللي هتنزل سواء على الشوط الثاني او الشوط الاولاني تكون كلها موفقه. عايز بس اكمل تكمله حاجه في وفاق سطيف. بكره وفاق سطيف عندهم مشكله، لو كملنا بقيه الصور بتاعت وفاق سطيف هنا بكره لازم تستغل المساحه الثغره اللي كابتن اسامه بيسالني عليها، ايه نقطه الضعف بكره اللي لازم نستغلها؟ هي المساحات الموجوده ورا قلبين الدفاع. فانت اي بص المساحات قد ايه. ايوه هنا دي اللقطه، هنا هم بكره مش هيلعبوا دفاع منطقه قوي، اكيد المدرب هيزق لقدام شويه عشان عايز يعوض، عايز حتى يجيب هدف هدفين ثلاثه ممكن تحصل، هو بيفكر في المفاجاه، بيفكر في الريمونتادا، وبالتالي المساحات الموجوده كابتن محمد اهي دي النهارده بيتسو موسيماني يقدر يستغل، لازم تفكيره انا النهارده هي كره القدم بقت مساحات. تمام. انا الشوط الذهاب قدرت استغل الزون 14، لازم في العوده استغل المساحه اللي ورا قلب الدفاع. وانا معاك ان بيتسو موسيماني يدور على هدف يقتل بيه المباراه تماما وكل طموحاته واحلام نادي وفاق سطيف. انا بص لو انا اتكلمت بشكل عام انا ببص على الطرف الثاني، ما بصش على نفسي. الطرف الثاني طموحه واماله فيها في الاهداف المبكره. صح، عشان كده اللي بتحيي الامال، علشان كده قلت لك البدايه هتلاقي بقى خطط اتغيرت وتكتيك اتغير وناس بقت الروح المعنويه والعزيمه هي مفتاح الماتش بالنسبه لهم، هو البدايه في الاهداف المبكره. صح، لان انت 1-0 غير 2-0، 2-0 لا قدر الله بيقربك من طول ما الوقت بيعدي هو اللي قلقان، هو اللي قلقان بالظبط كده. انما لما تعدي نص ساعه في الشوط الاولاني، تعدي الشوط الاولاني بتصعب المأمورية أكتر وأكتر وأكتر، وبتحسسه بثقل النتيجة بتاعته هنا في مصر. إنما الأهداف المبكرة هذه مشكلة. طب تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي المدرب الصربي نيوفيتش مدرب وفاق سطيف
قال ايه عن لقاء غدا الاهلي وفاق الصيف. ونرجع لحضراتكم مره ثانيه نحلل مع ضيوف